صوتك صحي وطلع على هنا. وحياة أمك لوريك يا تفيدة. حركي، حدش يتحرك، هضرب في المليان. فين العساكر؟ تفيدة، شهوار، انت نايمة على الريحة. حركي، فين البيت؟ فين في ايه؟ طيب يا تفيدة الكلب هاكلها بسلاني. انتوا شر للقوة، اتحركوا. صباح الخير سعادتك. صباح الخير يا نور قاضي. اخبار سعادتك؟ على الله سعادتك، ان شاء الله سعادتك تكون بخير. سعادتك الحمد لله انا بخير، بس مفيش دعوه بي انا. ايه يا نور المشاكل اللي انت عاملاها دي؟ مشاكل ايه سعادتك؟ ده انت طول عمرك ملفك ابيض، ايه اللي حصل؟ غصب عني سعادتك، والله سعادتك اللي مضخم المواضيع سعادتك، الاعلاميه اللي اسمها انتصار سعادتك. على فكره هي مش اعلاميه، ده كل واحد بفلوسه بيفتح قناه سعادتك. دي اساسا خريجه اقتصاد منزلي، قسم مفروشات وبيضات. ما هي ولو ما لقيتش مشاكل عندك ما كانتش هتقول حاجه عليك. عندك حق سعادتك، بس سعادتك علمتنا ان كل انسان ليه هبوه، قصدي ليه كبوه، وانا كبوتي المسجونه اللي هربت، وانا ان شاء الله هجيبها. انت هتشتغلي في المباحث تاني يا نور ولا ايه؟ لا، ما دام الهبوه هبوتي والكبوه كبوتي والوكسه وكستي، يبقى انا لازم اجيبها. يعني اجيبها، انا جزمه. عارف، قصدي انا مخي جزمه سعادتك، انا مخي جزمه، ولما اصمم على حاجه هجيبها. خلاص يا نور، اما اشوف هتعملي ايه. اتفضلي يا نور. انا سعيده، سعيده بسعادتك جدا، ونهارك سعيد سعادتك، وسلام عليكم سعادتك، اشوفك بخير سعادتك. يلا على مهلكوا يا بنات، اتفضلوا يلا. على مهل، على مهلك. السلام يا فندم. الله يسلمك، على مهلك يا شرف، على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يلا يا حبيبتي على مهلك. يلا هات الشنطه يا بشير، هات الشنطه. البيت نور بنورك يا ماما. كنت قلقانه عليك يا شرف. الحمد لله، الحمد لله. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. لحظه يا سياده العميده، لحظه من فضلك. الشنطه. شنطه مين دي؟ شنطتي. انت ما بتشوفش. لا مؤاخذه يا فندم. الحمد لله على السلامه حبيبتي. البيت كان مضلم من غيرك. على مهلك يا شرف، ازاي ده ترجع لك تاني؟ ما احناش تقصير. انت بتسمعش الكلام ليه؟ قلت لك هات الشنطه. ساعديها. تاتا خطي العتبه، تاتا واحده واحده، تاتا شلنا الزايده. نستريح هنا شويه وبعدين نطلع على اوضتك. شكرا. هروح اعمل لك كوبايه ليمون. كتر خيرك يا شامبو. والله يا شرف منوره، انا والله ما كنت عارفه انام بالليل من غيرك. عندي حكايات قد كده عايزه احكيها لك بجد، وانا مش عارفه لما تتجوزي برضو هنعمل ايه من غيرك. ايه تتجوز دي؟ واحده لسه شايله الاعور، تجيب لها اعور منه؟ وبعدين الجواز ده عامل زي الحرق، يخف ويسيب علامه. شوفي شوفي وانا بقولكم اتحرقت ازاي. وبعدين هي لو اتحرقت، قصدي لو اتجوزت، هتعيش معانا هنا. وفرضي عريسها ما وافقش انها تعيش معانا في البيت. عريس مين ده اللي ما يوافقش؟ الإقامة عندنا هنا إجبار مش اختيار. وأي عريس هيجي لكم لا قدر الله يعني، لازم يعتبر نفسه أسير حرب، ملوش عندنا غير الأكل والشرب وبس. وافق أهلا وسهلا، ما وافقش خليكم قاعدين في حضن مكرونة كده كده. الحمد لله على السلامة يا شارع. ماما. ادخل. خش يا كحولة. تمام يا فندم، السجينة سناء متولي. سيبينا لوحدنا يا شهوار. ازيك يا سوسو، وحشتيني. مالك مخسخسة كده؟ اقعدي اقعدي اقعدي. تحبي تشربي حاجة؟ اجيب لك ينسون يروق المعده. ها ازيك؟ ان شاء الله تسلمي يا سياده المامور، ربنا يخليكي. قولي لي
انت ما هربتيش ليه المره دي مع تفتف؟ ها ضحكت عليكي، ركبتك المراجيح؟ اصل البت دي ما بيتمرش فيها اللقمه الحرام. اهرب؟ لا 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 لا، انا مش عبيطه عشان اكررها تاني يا سياده المامور. طب مين دي النوبه؟ انا قاعده مدتي وكافيه خير شري. اه وعلى فكره انا حذرتها بس هي اللي ما سمعتش كلام. يا سلام يا سلام على الاخلاص بقى، انت حذرتيها وهي ما سمعتش الكلام. ولاد الحرام ما خلوش لولاد البوبي حاجه. يعني انت كنت عارفه انها هتهرب وما قلتيش؟ ما قلتيش ليه يا سوسو؟ هقول لحضرتك على كل حاجه بصراحه. هي يعني قالت لي ان هي ناويه تحاول تاني وقعدت تزن على دماغي، بس انا اللي ما رضيتش. وبصراحه يعني ما كنتش اعرف ان هي مخترعه موضوع موت ابوها ده علشان خاطر تهرب. الله الله، انت هتستعبطيني يا بت؟ هتمرجحيني وانا صاحبه المرجحه؟ انطقي يا بت، انطقي يا بت، لاحسن اشقلبك. والله العظيم يا ست الماموره هي دي الحقيقه، ما بكذب على حضرتك. فين تفيده يا بت؟ نعم فين تفيده؟ بدل ما اجيب لسانك واتبرع بيه للحاتي، فين تفيده؟ وانا عارف مكانها منين، بس يا ست الماموره ماشي ماشي على راي المثل، قله الادب فضلوها عن الذوق. وانا بقى هعرف اخليكي تنطقي بطريقتي. شهوار! تمام يا فندم. خد البت دي على الانفرادي، تعال وانسوها شويه قرن ولا اتنين. والنبي يا ست الماموره والله العظيم ثلاثه، هعمل كل اللي حضرتك عايزاه، بلاش الانفرادي تاني. اهو كده عقلي سيكا وجيبي ارضي، عشان اكتب فيكي تقرير يدوك حكم مخفف في محاوله الهروب. يلا انطقي، شهوار مستعجله. تمام يا فندم. خلاص يا شهوار، سوسو حلوه لسانها زيت وهتتكلم. يلا امشي انت عشان بتخاف منك، امشي يلا. يلا يا سوسو يا حلو، تعالي تعالي يا اختي تعالي، قولي اللي عندك. ابوس ايدك يا سياده الماموره. تفيدة لو عرفت ان انا فتنت عليها والله العظيم ده انت هتشقيني نصين، دي مجنونه. ما تخافيش، محدش هيعرف سرك في زير. بصي يا سياده الماموره، هو احنا لما كنا هنهرب النوبه الاولانيه تفيدة قالت لي ان انا وهي هنروح نستخبى عند قرايبها في ابو المطامير، انما بقى لو حضرتك عايزه تعرفي مكانها فين بالظبط، حد يقطر الواد زكي اخوها. ما عندكيش معلومات تانيه مستخبيه هنا في صندره المخ؟ والله الصندره ما فيها اي معلومه تانيه يا سياده الماموره، والمره دي بقول لحضرتك على كل حاجه. مصدقاكي مصدقاكي. انت حبيبتي يا سوسو، بس ما فيش مانع يعني من شويه قد كده انفرادي تاني. القعده بقت حلوه بوجودك يا شرف، يا منوره البيت. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ما هي اكيد عارفه مش محتاجين نقول لها يعني. طبعا. ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا. يا رب يا رب يخليكوا ليا. ايه اللون اللي انت حاطاه ده؟ ده موضه يا ماما. لا امسح امسح بلا موضه بلا. يا ست الماموره. ايوه يا سمحه. بشير بيقول ان العمده وابنه جايين يطمنوا على ست شرف. ايه القرف ده؟ ايه اللي جابهم دول؟ ابا العمده جاي. يا خبر ابيض، ده الراجل ده الغتاته تقول له يا غتت قومي بسرعه. يلا 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 عشان نقابله مع بعض. غيره فيكوا شر الجميع. اقول له ايه يا ست الكل؟ قولي له يتفضل. هنقول ايه؟ جاي من غير ميعاد هنقول ايه؟ واحنا ليه هنقابلهم احنا يا ماما؟ احنا مالنا يعني؟ هتسيبوني في الكمين لوحدي من غير تعزيز قوات؟ يلا غيروا لبس البندر، البسوا لبس اهل البلد. يلا سلوينا يا عيال اهل البلد. يلا يا سمحه افتحي. اتفضلي. زفر بلص ميش، جبتوا لنا الفطير. الله، بط ووز ما شاء الله. حط حط حط، كتر خيرك كتر خيرك. مفاجأة. يا اهلا وسهلا، منورين منورين. ازيك يا ست المامورة؟ الله يسلمك. الفيلا منوره بيكي والله. يا رب يخليك. ازيك يا حسن؟ عشتي. ازيك؟ بسم الله ما شاء الله، كبرتي كبرتي كبروا والله العيال. فاكر؟ ما الصغير بيكبر يا ست الكل. طبعا كان صغير كده وطرقع له على قفاه كده. ما شاء الله منور. اتفضلي اتفضلي. اقرا الفاتحه يا حمد العمده، اقرا الفاتحه، ربنا يخليكي. امين امين امين. فاكرك فاكرك فاكرك. اتفضلوا اتفضلوا في الانتريه. ربنا يبارك فيك. اتفضل. ربنا يبارك لي فيكم في الانتريه بتاعك. يا رب يخليك. ربنا يبارك لك. اتفضل يا ست الكل. اتفضل.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا اهلا الله ما شاء الله الله يبارك فيك اهلا اهلا سلامتي الف سلام والله احنا لسه يا دوبك عارفين النهارده من الاستاذ زكريا وقلنا لازما نيجي نطمن عليه بنفسنا ايوه امال جايين نطمن على باشمهندسي ولاد اصول طول عمركم ولاد اصول حس حس يا اختي عليا ازيك يا حس حس ده الحوار راح ايوه يا ست الكل حكم احنا عالجناه في الوحده الصحيه ما شاء الله ما شاء الله فاكر كان صغير كده عفش منور يا حس حس الله يبارك فيك يا رب احنا جايين نطمن على باشمهندسي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيكي ربنا يبارك فيك زمانها نازله دلوقتي الله يبارك فيك يا ست الكل ما قلتوش تشربوا حاجه لا احنا كمان شويه نتعشى ان شاء الله من اللي انتوا جايبينه صح هم اتاخروا ليه اهلا وسهلا اهلا بيك ازيك يا حيس حيس ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات بس 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 حبيبي انت جعان صح انا عامله لك النهارده ايه على الغدا عامله لك حمام وفراخ وبط ووز ورز بالخلطه انا عارفه ان انت بتحب الزبيب قوي راح اجيبه لك واجي يا نونو اوعى تمشي مساء الخير يا دكتور اهلا اهلا خير جاي بدري يعني النهارده لا مفيش شغل كتير النهارده في المستشفى فقلت اجي على البيت يعني طيب تمام يا حبيبي اخبار استاذ بدري ايه تمام طلع له اول درس اول ما ياكلنا خليك ما تقولش كده تعالي كده سعاده كنت عايز اقول لك على حاجه بصراحه يعني ايه يا حبيبي بص يا حبيبتي يعني هو كان في موضوع كده كنت عايز استشيرك فيه يعني كده هو انا في الحقيقه شكلي كده هعمل اللي انت كان نفسك فيه هتتجوز؟ هتتجوز يا محمود؟ يا حبيبي ألف مبروك ألف ألف مبروك ألف مبروك بص بقى أنا عايزك بإذن اللي بإذن تملالي كل البيت ده عيال كتير 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 مش عايزة حتة ما فيهاش عيال ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك ومليت البيت عيال إيه يا ماما؟ مش ممكن ترفض؟ إيه؟ مين دي اللي تقدر ترفض الدكتور محمود عبد الخالق أكبر جراح فيك يا مصر وابن سعاد هانم دياب قالتيني أكبر جراح فيك يا مصر أه طبعا يا أختي أكبر جراح ألف مبروك يا حبيبي قول لي يا خلبوس مين دي بقى اللي قدرت تخطف قلبك هو في الحقيقة أمي أنا معرفش عنها أي حاجة غير اسمها وماله ما فيهاش كفاية خالص اسمها إيه يا حبيبي شرف أكيد طبعا إن شاء الله اسمها إيه شرف والله دخلتكوا علينا بتفكرنا بالخير كله الارض والزرع والطين وابو قردان نورتي يا حس حس نورتي يا عمده الله ينور بقدارك مصر منوره كلتها بحضرتك والفيلا بحضرتك والله الواد حسنين ولدي بيعز بباشمهندسه اخر اعزاز طبعا يابا طب دي حتى الانيسه شرف هي نورت البلد كليتها يا سكر يا سكر انت بتلغي البت وانا قاعده يا حس حس بصراحه يعني انا نفسي ومنى عيني اناسب الحاج عز الدين الله يرحمه وباش بتطوبه لتحت راسه اي أيوة والله طول عمره خيره على البلد وعلي انا بالذات ايوه مغرقني بخيره والد حضرتك مغرقني والله انا نفسي اناسبه تحاسبه تحاسبه ازاي يحاسبه ازاي يما يناسبه يناسبه بنتي يا شرف ايوه العمده شكله جاي عايز يتجوز امك يا رب يا اختي قولي ان شاء الله على الله ياخدها معاه البلد وما تركزش معاني بس ما اعتقدش ام جوجا لها حساسه من الجواز انا عارفه بصراحه كده حزنين عايز ياخد الباشمهندس لا الحق يما بنتي بسرعه يا بنتي بنتي خش عينك خش عينك سوقوها 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 دي بصله ولا ميه قومي يا بنت قومي يا شرف انا هتصرف انا هتصرف انا هتصرف اسكتي اسكتي تشرفنا طبعا يا احنا نطول حس حس اهلا وسهلا اهلا وسهلا استني استني على اصل البنت ما تعرفكش يا حس حس ده حس حس ده جمال ايه
وشياكه ايه؟ انت عارفه ده واخد ملك جمال الترع والمصارف 3 سنين على التوالي. يا ده بطل سباحه الترع مسافات طويله 3 سنين. ايوه ريحته باينه، ريحته باينه. بس برضه يعني انت عارف ان اهل البلد غير اهل مصر. طب وماله؟ احنا نيجي نعيش هني في اجدع شقه في جي مصر الباشمهندسي تجاور عليه. يا الباشمهندسي فين؟ هنا هنا هنا. انا تعبان. اطلع اطلع. انا تعبان عايز اطلع الصراحه. خدوا خدوا. ايه يا ملعون؟ ايه اللي حصل؟ ايه ربنا يتمم بخير. على مهلوف على مهلوف. يلا العروسه عروسه قمر قمر. اصلها شايله الزايده وبيساعدوها يعني. ايه والله المفاجاه المفاجاه خضتي. وبعدين بنوتي انكشفت. ايوه ايوه مكسوفه من الطله الجميله دي اللي طلت ايه ده. اصلها استهيفته، قصدي يعني اعتبرته زي اخوها. بس احنا مدوشين يعني الايام اللي فاتت دي، معلش. لا لا عليك يا ست الكل، احنا انت على مهلك خالص. سوي الموضوع على مش مستعجلين. هستعجل على ايه؟ احنا مستنيينكم على مهلكوا خالص. يلا بينا يا ولدي حسن. يلا ليه يلا بينا. ليه ليه ده اديك الرومي على الدار؟ انت عايز اديك يسعل؟ لا وديك الساعة استكل تنه عامر بصوتك وبحسك والبنات. ربنا يبارك لي فيكي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. الفتحة الفتحة سيدنا العمدة عمر ركب. يلا يا اخوي البلهاريسيا ما بسلمش. يلا يلا مع السلامة. ورا ابوك ورا ابوك. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي طمعانين فينا دول ولا ايه؟ بنات بنات العميده نور، بنات العميده نور. ايه ده؟ عايزين مننا ايه دول؟ يا حضره العمده يا حضره العمده يا حضره العمده. ابن الحيوان حلفني مستفندي. ايه وجات على صدري ضحكوا عليا. يرضيك يا عمدي. لا 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 عشان ابن عمدي. لا 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 تعمل كده 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 فيه. تعمل كده 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 فيه. دقوا المزايا يلا يا للبيت تعالوا. جمعوا يوفق والله وزاد اقول لي قالوا. مزايا يلا يا للبيت تعالوا. جمعوا يوفق والله وزاد اقول لي. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ اقدم لك امانه فتنة بنت خالتي وزي اختي تمام. هاي ازيك؟ اهلا وسهلا. ماما اتفضلي. اهلا حبيب ماما. شتيني. قلب ماما. اقدم لك امانه ماما. اهلا اهلا. اسمها ايه؟ امانه. امانه ودي مين اللي اديها لك يا حبيبي؟ حافظ عليها وهتضيعها، سجنها اكتر من الشيك. هي ماما كده دايما بتحب تهزر بس هتحبيها قوي. لا يا ماما هي اسمها امانه وليها اخت اسمها شرف والثالثه اسمها ايه؟ عداله. عداله. ماما جابتكم في المحكمه الدستوريه. بتهزر بتهزر. اهلا يا طنط ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبه طنط. اهلا يا حبيبتي. تعال 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 يا ابني. صابعها معرقبه مش مبطرخه زي امك. يعني مش فاهم يعني اعمل ايه؟ ما انا اللي غلطانه ربيتك غلط. بعدين هفهمك بعدين. ايه تعالي تعالي اعرفك ببابا. بابا امانه بابا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا واد؟ ايه الجمال ده يا واد؟ يا ممكن عرفت تنقي. ميرسي يا انكل. مين؟ ميرسي يا انكل. الله يخليك. ايه الرقه دي؟ ايه الجمال ده؟ صدقي تؤمني بالله؟ لا اله الا الله. انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا انكل. شلت لكم ما بيحبوا يهزروا كده على طول. تعالي في حضني يا حبيبتي خشي.
تعال. اهلا 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 يا حبيبتي. اهلا اهلا. ان شاء الله هتغدي معانا بقى النهارده. ها ليه طنط؟ مش هينفع اتاخر على البيت خالص عشان ماما. لا ليه؟ افتح بقى افتح بقى. عاملين احنا كبده وكلاوي ومخ وكرشه. لا يا طنط مش هينفع، اصلا عامله دايت. بالظبط زيي، انا زيك. سبحان الله، انا احبها جدا. انا دايت برضو، اي حاجه دايته في الثلاجه باكلها. فعلا؟ اسمع احلى دايت عشان حبيبتي. انا بوت لا سوري. تعالي دي بروفا، تعالي بروفا ارقصي معانا. تعالي تعالي. سلمي على ليلى. يلا مالك يا امان؟ وفي حد ضايقك واحنا عند ماما ولا ايه؟ ها؟ لا لا ابدا والله يا كريم، ده حتى قالك ناس طيبين قوي. امال بتعيطي ليه؟ اصل انا بصراحه يا كريم اكتشفت بعد ما روحي عندكم البيت ان احنا لا يمكن هنقدر نتجوز. انت بتقولي ايه؟ كريم انا امي صعبه قوي في موضوع الجواز ده، وهي اصلا كمان رافضه فكره الفنانين. رافضه فكره ان اهلي ناس مطربين شعبيين وعلى قد حالهم وكده. لا 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 والله مش قصدي خالص يا حبيبي، بس انا لازم اقولك على المشكله دي عشان نشوف لها حل. طب هنعمل ايه بقى في المشكله دي؟ مش عارفه يا كريم. أعزائي المشاهدين، ورجعنا بعد الفاصل، والنهارده عندنا فضيحة لذيذة وجميلة قوي لست العمدة، ست العمدة نور عز الدين. وإيه بقى؟ إن السجينة بتاعتها قالت إنها رايحة عزا أبوها، وهي راحت معاها، وفي العزا بخ هوا طارت السجينة. بعد الفاصل هقول لكم بقيه التفاصيل. والله ما انا سايباها الوليه ملسان عرضي. ماشي يا انكسار، ان ما خليتك تسيب الاعلام وتشتغلي مربيه اطفال. والله يا ماما بقى انا شايفه ان احسن حل انكم تشوفوا حد يصالحكم على بعض عشان نخلص. انا اتصالح مع الوليه اللي شبه قنديل البحر اللي بتبخ سم في كل حته؟ ده ايديها اليمين بتكره دراعها الشمال. مش احسن من المشاكل بتاعت كل اسبوع دي يا ماما؟ احسن حاجه تشوفي حد في الداخليه قعدكم مع بعض تتصافوا، يا دار ما دخلك شر. شر؟ هي لسه شافت مني شر؟ ده انا مسميني في الداخليه عاصفه الصحراء، ده انا هكح في وشها خليها تلف حوالين نفسها. هي فاكره دي ايه الوليه دي؟ ربع سداني بقشره عماله تتسلبيه في الرايحه والجايه. في ايه؟ في ايه؟ انا في زلزال يا عيال؟ انا ضغطي عالي. في ايه؟ انا مش شايفاك. إيه مش شايفاك. اي اي هات لي كده هدي قص الضغط. هدي قص الضغط. انا مش شايفاكوا يا عيال، انتوا فين؟ ايه اللي حصل؟ ماما بتلف بيا. بتلفك يا ماما وسخنه. يا سخنة ده ضغط ده ولا ايه يا ماما؟ خدامك امورين يا ست الكل. العمليه المره دي خطيره جدا، ما تستحملش اي اخطاء. ولا يهمك يا ست الكل، ربنا معانا ان شاء الله. في شخصية مهمة مطلوب تصفيتها، بتدور ورانا كتير وشكلها مش هيجيبها البر. قوليلي مين هي الشخصية دي وانا خلي عزرائيل يقابلها على اقرب محطة مترو. صورتها هتتبعت لك من تحت الباب دلوقتي. تمام قوي، يلا بينا يا رجاله. ايوه انت فين؟ ايه ده؟ معقوله يا كريم كل ده في الاستوديو لسه ما روحتش؟ طب ممكن يا حبيبي لما تروح
تبقى تطمني عليك كريم. لا إله إلا الله. الحياة يا أبو خليل، أنا حبيت أتعرف عليك قبل ما يحصل أي حاجة، أشوف مين الراجل ده اللي خطف بنتي وهتبقى شريكة حياتي. الحقيقة عايز أعرف بتفكر إزاي، شايف الدنيا إزاي، عايز أصاحبك يا أخي. ده شرف لي يا أمجد بيه والله. هو شرف لي أصلاً إن أنا أقعد مع شخصية عظيمة زي حضرتك. لا 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 عظيمة ولا حاجة، سيبك من الكلام ده كله. أنت اخترت هيام ليه؟ أفندم؟ بقول لك اخترت هيام بنتي دي؟ والله يا هيام إنسانة محترمة ومؤدبة وبنت ناس يعني متربة. سيبك من أكل الشهاد دي كلها وقول لي اخترتها ليه؟ ها؟ بصراحة؟ آه أنا حسيت إن هيام إنسانة مستقلة يعني بذاتها أو ليها شخصية مستقلة، يعني موضوع إنها ترفض تشتغل مع حضرتك ومع والدتها ده حسس إنها إنسانة ممكن أبدأ أنا وهي نبني مستقبلنا مع بعض، نبني حياتنا مع بعض يعني. ولو حضرتك حبيت في يوم من الأيام تساعدنا أو تفكر إن حضرتك تساعدنا، إحنا هنرفض وهيام هترفض قبل ما نرفض. بص يا إبراهيم، الدنيا علمتني يا ابني إن الصراحة ما فيش أحسن منها طبعا، والصراحة تخليني لازم أقول لك إنك شخص غير مناسب اجتماعيا لبنتي. هو أنا في التعامل مع هيام ما حسستنيش يعني إنها بنت مليونير، أنا آسف وأكيد حضرتك شخص غني، بس قصدي إن في التعامل مع بعض ما حسيتش بالفرق ده. ما حسيتش أنت من لبسها، من عربيتها اللي راكباها؟ لاحظت، بس أنا قلت مع الوقت إن شاء الله أنا هقدر أحسن من مستواي الاجتماعي وهركز في مستقبلي وخلي هيام تعيش في نفس المستوى الاجتماعي اللي هي كانت عايشة فيه إن شاء الله، يعني إن شاء الله. وهي هتستناك، اوعى تفتكر إن أنا ضد الجواز، لا بالعكس أبدا، عايزين نتعرف على بعض أكتر، عايزين نبقى أصحاب يا أخي. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله جرح زي الفل. الحمد لله. تسمحي لي بعد اذن حضرتك بس النبض؟ اوكي يا دكتور. بسم الله. في حاجه خطر ولا حاجه؟ لا الساعه واقفه يا فندم. الساعه ايه؟ طب احنا هنوقف الادويه دي وإن شاء الله من بكرة تبقي زي الفل، تعيشي حياتك طبيعي جدا. يعني أنا هقدر أنزل الشغل يا دكتور؟ يعني استني يومين كده عشان ما تتعبيش نفسك. ربنا يخليك لينا يا دكتور، وشك حلو علينا. طب أنا بس أستأذن حضرتك، يعني سيادة العميد كنت عايزك في كلمتين عن انفراد. عايزني أنا؟ طبعا. شوف بي في إيه؟ تعالي. احنا دفعنا فلوس المستشفى. والله دفعنا. امال عايز ايه الكابتن ده؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل عندي في الصالون. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. دكتور الشنطه يا فندم. الشنطه. معلش واحد. يا دكتور. سوري ما فيش. ينفع كده. يا دكتور. بعد اذنكم. اتفضل. بقول لكم ايه يا بنات، هو انا عيانه بمرض خطير ولا ايه؟ فلا الله ولا فلك يا شيخه، هو انت يعني لو كان عندك حاجه وحشه لا قدر الله الدكتور ما كانش هيخبي، اكيد كان هيقول لنا. ايوه بس يمكن اكتشفوا دلوقتي. ايه 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 الشرف الوسوسه القوي اللي انت فيها دي؟ على فكره بقى انا عارفه الدكتور وعايز ماما في ايه. انت عارفه وساكته العداله، ما تقولي سيبتي ركبي. الدكتور محمود يا ستي عايز يطلب ايد الانسه الرقيقه شرف. خلي تهريج بقى يا عداله، وانت على طول كده، هو احنا في القرن 19 يعني هو مش لازم ياخد رايي الاول؟ يا سلام يا اختي، وهو كان هياخد رايك منين بقى في الحصار الامني اللي امك عامله لك من ساعه معيتي؟ ايوه بس انا مستحيل اتجوز بالطريقه دي. يا بنتي يا عبيطه مش مهم الطريقه. طب انت مثلا ايه رايك فيه؟ والله يا امانه هو محترم ومؤدب و ايه
ايوه 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 ايه بس 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 الاسطوانات اللي انت عماله تقوليها دي، ده انت شكلك طالعه من فيلم ابيض واسود وش. على فكره هما الاثنين لاقين على بعض قوي. شش بقول لكم ايه، انتوا تنزلوا انتوا الاثنين وتسمعوا هما بيقولوا ايه. اخصى عليك يا شرف، انت عايزانا ننزل ونصنط عليهم؟ لا يمكن طبعا ابدا. تنزلي انت يا عداله. لا طبعا دي مش اخلاقيه ابدا يا شرف. وبعدين يا ست شرف، هي ماما ربتنا على كده برضو؟ في الحقيقه يا سياده العميده، انا من ساعه ما قابلت حضرتك وعائلتك الكريمه حسيت يعني ان احنا علاقتنا ببعض مش علاقه مريضه والطبيب بتاعها. انا استريحت لحضرتك جدا والبنات حضرتك الافاضل. الافاضل يا راجل، افتكرتك محتاج فلوس زياده ولا حاجه. احنا كمان اول ما شفناك بقالك معزه خاصه عندنا. احس كده بقى حضرتك شجعتيني ان انا اطلب ايد الانسه شرف. احس كده انت عايز تتجوز بنت شرف؟ شرف اللي شايله الزايده؟ يا فندم، يعني لو حضرتك ما عندكيش اي اعتراض عليها. اعتراض؟ لا ما فيش اعتراض. انت انسان ممتاز واي ام تتمناك، بس انت مش شايف كده ان انت استعجلت شويه؟ استعجلت؟ هو في حد تاني يعني، او الانسه شرف مرتبطه؟ ايه مرتبطه دي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ احنا ما عندناش الارتباط وقله الادب في عيلتنا، القاموس ده مش موجود. انتوا عندكم معلش، لكن احنا لا. لا يا فندم ما اقصدش خالص، مش عندنا خالص والله. انا اقصد يعني حضرتك ان هي يعني مخطوبه، وبصراحه انا اول ما شفت حضرتك قلت ان بيتكم بيت اصول، وده شجعني اكتر ان انا اسف حضرتك. معلش اصلا انا في مساله الجواز دي دقيقه شويه، واي واحد بيتقدم لبناتي لازم اسال عليه فيش وتشبيه، واسال عن عيلته كلها، وكل كل 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 اللي تقدموا لبناتي رفضتهم. الحمد لله. على فكره انا بسال صاحبه الشأن وبتكون ساعات كده موافقه، بس انا برفضهم برضو. بس بالنسبه لك يعني انا هحاول اسالها اخد رايها. دي اهم حاجه يا فندم. ويعني حضرتك بالنسبه ان انت تسالي عليا وعلى عيلتي فبراحه حضرتك خالص. وعلى العموم احنا هنفضل على اتصال لغايه لما ان شاء الله حضرتك تسمحي لي ان انا اجيب والدتي واجي. والدتك بس؟ ما اصل انا والدي متوفي، ووالدتي تبقى سعاد دياب صاحبه دياب ستورز، لو حضرتك تسمع عنها. طبعا. طب كل الاجهزه بتاعتنا من عندها. طب دي حاجة كويسة جدا، حضرتك زبونتنا بقى. إن شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير، هكلمك على الموبايل بس أما ألاقيه، أصله ضيع مني بقاله 7 شهور، عمال أرن له وأسمع الرنة، أصله سايلنت، أسمع الرنة أقول دي رنتي، أصله فايبريشن، بس لما ألاقيه هكلمك إن شاء الله. ها؟ على الموبايل إن شاء الله وأكلمك على طول. طب أستأذن أنا بقى. يا ريت، ده أنا مستنية الجملة دي من الصبح. شرفت وأنست، شرفت وأنست. طب حضرتك يعني اول ما تلاقي موبايل هتكلميني؟ هدور عليه وهكلمك على طول. طب حضرتك دورت كويس؟ دورت، ده انا مكلمه الشرطه والله، السجن كله عندي بيدور عليه. طب استاذنها يا طنط. مع السلامه. طنط طنطنتني. شوشو، الدكتور محمود اتقدم لك وطلب ايدك من ماما. بطل استخفاف. والله العظيم ما استخفاف، زي ما بقول لك كده. بذمتك يا عداله وماما قالت له ايه؟ اسكتي يا بنتي يا شوشو، امك شكلها المره دي هتوافق وهترفع الرايه البيضة، اصل بصراحه عريس لقطه ما يتعوضش. بصي هو انا ما اكدبش عليك، هي كفرته وقعدت تقول له هسال عليك وعلى اللي جابوك وعلى اللي خلفوك، بس شكلها كده في الاخر هتوافق. بجد؟ ماما جت. جنبي 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 جنبي. ما احنا جنبك اهو. اسكتي. جنبي ده يا امانه. اسكتي. حكايتكم بالظبط.
استويت ولا يا رب استوي. ايه في حد بينام دلوقتي ولا ايه؟ انت ايه حكايتكو؟ كل ما تروحوا في حته تجيبوا لي عريس حتى المستشفى؟ ايه العرسان دلوقتي بتلزق في الجزمه ولا ايه؟ عريس 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 عريس, عريس؟ مين العريس؟ مين اللي قال العريس؟ يا سلام على البراءه. الدكتور اللي كان هنا اللي بيكشف على النبض وريني ايدك كده. ايدي ايدي اشمعنى ايدك انت يعني؟ وريني كده مره واحده كده طلب ايدك. معقول يا ماما هو لسه في حد بيتجوز بطريقه الصالونات دي؟ على رايك ما هم غيروها بقى دلوقتي بدل جواز الصالونات بقى جواز المستشفيات. وماله يا اختي جواز الصالونات؟ عايزه حب ومسخره وقله ادب؟ لا 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 يا ماما هي شرف ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هما لازم ياخدوا على بعض شويه. اه صح والله ايوه ده انا ما كنتش واخده بالي. صح لازم تخرجوا مع بعض وتاخدوا لكم اتنين عصير تحت اي شجره كده. ولا اقول لك روحي معاه اسبوع يلا شرم الشيخ عشان تعرفوا. طب بس يا بنت ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه ياخدوا على بعض؟ يا ماما يعني حضرتك احنا قصدنا ان احنا نتعرف عليه وعلى عيلته. ماشي والكتكوته رايها ايه؟ اوافق ولا زفلته؟ والله يا ماما هو وسيم وواضح ومحدد وعنده ثقه في نفسه ومش فضولي و يعني محترم مختلف. احنا هننام ولا ايه يا عروسه؟ لا يا ماما مش قصدي، قصدي يعني ان هو زي ما حضرتك تشوفي. هشوف اكتر ما انا شفت. ما انا شفت خلاص. عموما مش هنسبق الاحداث، لازم اسال عليه الاول واسال عن اهله واعرف اصله من فصله وبعدين نتكلم. مش جايز حد من اهله يطلع سوابق وانا احساسي الامني بيقول ان في حد. بتزغرطوا ليه؟ والله ماما كون ان حضرتك هتسالي عليه يعني كتر خيرك. امال لو وافقت هتعملوا ايه؟ خلاص اخترت الانسانه اللي هرتبط بيها. تسال عليك؟ الجواز ده يا بنتي مصيبه. ابوك هيخلص لك الموضوع ده. انا جاي لي عريس. يا مصيبتي السودا شفتي امتى وازاي وفين؟ مش حضرتك اللي كنت مستربعيني على الجواز؟ اعتبر الموضوع متضايق. اوعى يكون حاسس بيك. انت ما تقولش انا اللي اقول بس. المشكله في حضرتك انت. يعمل في بنته كده يا ماما؟ دي الحرب الحمواتية التالتية. الحقوني الحقوني.